سوز 24 للخبر عنوان وللصدق مكان. سوز 24 للخبر عنوان وللصدق مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بادئ لبدء كنشكر الجريدة ديال سوس 24 اللي يعني تحملت المشاق ديال السفر من مدينة أكادير الأولى إلى ولاد برحيل باش يديروا معايا هذا الاستجواب. يعني أنا أولا كنشكركم شكر جزيل على الأعمال اللي كتقوموا بها ونشر يعني المعلومة، وكنشكر كذلك السلطات المحلية بولاد برحيل على رأسها السيد باشا المدينة وعلى الأعمال اللي كيقوم بها والسهر على صحة وسلامة الساكنة، وكذلك السلطات المحلية والدرك الملكي. وكذلك أشكر عامل صاحب الجلالة على إقليم دار وداد على العمل الجبار اللي كيقوم به، كذلك على السهر ديال على الصحة والسلامة ديال يعني الإقليم كله باش يحافظوا الناس على يحافظوا على الصحة ديالهم باش ما ينتشرش هذا الوباء. واليوم ان شاء الله بحول الله غادي يعني نحكي لكم يعني ما جرى بالنسبه لي كحارس جامعي محلف في الصيد الرياضي، وكذلك يعني جاء رئيس جمعيه ارغانا للصيد الرياضي المحافظه على البيئه ونائب رئيس الجامعه المغربيه للصيد المسؤول بالمغرب. يعني كنقوموا حنايا كحراس جامعيين بالمراقبه ديال الصيد بالقصبه في السدود وفي المياه القارية يعني في السدود والأودية وكذلك البحيرات. يعني وقعوا لي جوج الوقائع هذا الأسبوع اللي فايت، وحدة وقعت لي نهار الجمعة 29 ماي 2020 على الساعة 6:18، والواقعة الأخرى اللي وقعت لي نهار الأحد 31 ماي 2020 على الساعة 5:02. بالنسبة للواقعة ديال نهار الجمعة، كما كنقوم انا بدوك الخرجات ديال المراقبه الروتينيه، يعني غادي كندور وكنشوف وايدي بيا كنشوف واحد جوج الناس كيصيدوا حدا الحيط ديال السد بالضبط، واحد كاين فوق الحيط ديال السد والاخر كاين تحت منه، يعني في واحد المنطقه اللي هي خطيره جدا، خطيره باش غير توقف فيها، فما بالك الا تصيد، لان الزلقي راه كتجي تما راه كاين البروفون ديال الماء اكثر من 40 متر. ما عليناش مشيت اسيدي زيد حتى قربت ليهم، هما كاين في الضفه الاخرى بقات يعني تقريبا ما واحد المسافه ديال 20 متر بيني معاهم. يعني سلمت عليهم السلام عليكم، عليكم السلام. قلت لهم كتصيدوا؟ قال لك اياه. قلت لهم انا راه حالي جامعي محلف، قدمت لهم نفسي، هما راه كيسمعوني وكنسمعهم واخا كاين هذيك المسافه ديال الماء ديال تقريبا 20 متر، ولكن راه كيتجاوبوا معايا، يعني غير هما كاينين في الضفه الاخرى. قلت لهم اودي راه الصيد ممنوع خصوصا في هذه البلاصه هذه، والصيد ممنوع كذلك بمذكره وزاريه في هذا الحجر الصحي، راه كان من المفروض باش الصيد ينطلق نهار 9 ماي 2020، ولكن راه نظرا لهذا الحجر الصحي ونظرا لهاد المشاكل اللي كاينه دابا، راه يعني الصيد ممنوع بواحد المذكره وزاريه. المهم يعني ما بقوش كيصيدوا، جمعوا قلت لهم يعني غادي تجمعوا تردوا هذاك الحوت الماء وغدوروا عندي باش نكملوا الاجراءات. جمعوا المسيدات ديالهم ما بغوش يردوا الحوت، ركبوا على الموطر ديالهم وهربوا. وكاين واحد السيد من فوق الحيط من الجهه الاخرى كيتابع الواقعه من الاول حتى التالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له اخويا واش انتم اللي كديروا الحراسه هنا ديال السد؟ قال لي لا. قلت له هذوك الناس كيفاش كذا كذا؟ قال لي طلع عندي الفوق. طلعت عنده قدمت ليه راسي كحارس جامعي محلف ونهز معايا الوريقات ديالي، لان حنا كنديروا التكوينات في هذا الشيء ماشي غير كنجيو كنسميتو. سلمت عليه قدمت ليه يعني نفسي والصفه ديالي، وقلت ليه يعني راه هذوك الناس كيقوموا بهذاك الصيد، راه هذيك البلاصه راه ممنوعه وكذا، يعني راه الصيد ممنوع بصفه يعني منعا كليا، وبهذا هذه البلاصه بالضبط راه ممنوع يصيد تما بنادم، لانه يقدر يطيح يقدر يوقع عليه مشكل. وانت راه خصك. قال لي سيدي ماشي سوقك فيا انايا، انا اللي بغي يصيد يصيد، واللي ما ماشي سوقي اللي بيعهم يعوم، اللي بغي يصيد يصيد، اللي بغي يدير شي حاجه ماشي شغلي فيها انايا. وهذوك الناس قلت له هذوك الناس، قال لك هذوك الناس راه هذوك ديال الحوض المائي راه كاينين تما راه كيجيو يصيدوا. قلت له لا ما خصكش تخليهم يصيدوا، لان راه كتحمل المسؤوليه انت لو وقعت شي حاجه. قال لي سيدي ما تدخلش لي في الشؤون ديالي انا وما ديرش لي كذا كذا، وانت راه براسك ما خصكش تدخل هنا. قلت له كيفاش ما ندخلش انا هنا وهذوك الناس خليهم يصيدوا؟ واحد شي يجي واحد السيد صاحبه جا من تحت قال لي ما تهضرش مع الشاف بهذيك الطريقه راه صايم.
لا خويا لا كان صايب راه صايب الله سبحانه وتعالى، انا راه غير كندي ونجيب معاه في الكلاب صافي. المهم خليته مشيت فت واحد شويه غادرت المنطقه، اتصلت بالسيد القائد اللي كاين البراج في يعني في القياده ديالو واللي هي يعني القياده ديال الايجلي. قلت ليه حكيت ليه القصه، قال لي قطع علي نعاود نهضر معاك، قال واحد يعني واحد الهنيره من الزمن واتصل بيا قال لي راه اتصل بهذاك السيد من القوات المساعده وراه قال لي هذوك الناس غير ديولنا، راه غير ديول الحوض المائي. قلت له سعاده القائد راه هذوك الناس واخا يكونوا من الحوض المائي ولا يكونوا من اي بلاصه راه ما عندهمش حق يصيدوا في هذيك البلاصه بالضبط، والصيد راه ممنوع منها كليا نظرا للحجر الصحي والمذكره الوزاريه. صافي قطع عليا. المهم انا مشيت في حالتي على اساس انه تلاقيت مع جمعه والحد، قلت من بعد غادي ندير نحرر غادي ندير المسائل ديالي ونحرر المحاضر ديالي. ولكن نهار الحد الثاني نفس المشكل، الواقعه الثانيه مع الخمسه وجوج دقائق فغادي ثاني نفس المشكل، تيبان لي واحد السيد تيصيد في الجهه فاش كاين انا. مشيت تقربت ليه كاين حدا الحيطه هو. السلام عليكم. عليكم السلام. اش كدير؟ كنصيد. لا خويا راه الصيد ممنوع. كيفاش كيفاش؟ قال لك انا راه من القوات المساعده، الشاف انا هذا انا الشاف انا هذا. قلت له ودي شوف واخا تكون شاف واخا تكون راه دائما كيوقع لنا مشاكل معكم، وراه الصيد راه ممنوع عليكم انتم تصيدوا، وانتم راه الدور ديالكم هو تحميو السد وتحرسوه وكذا. قال لي يا سيدي داكشي انا حنا مخزنيه كنصيدوا. قلت له الله يرحم لك الوالدين الله يجازيك بخير، هذاك الحوت ردوا رد الحوت، راه كل ما رديتي الحوت راه القضيه غتكون مزيانه، وراه لي هذاك الشيء باش باش كتصيد. قال لي يا سيدي لا ما غاديش ندير ما نرد لك والو صافي سير في حالك، ما عندك ما نستجب لك حتى شي حاجه الله يعاونك. خليته واتصلت انا بالقائد الغابوي ديال المنطقه يعني في تارودانت واحد المده، جا هو والرئيس ديالو المساعد ديالو وجاو جينا تمايا، وهما راه اعترفوا بانهم كيصيدوا واعترفوا بالمسائل، واخا يعني بداو كينفوا في شي مسائل لا وكذا لا وكذا، ولكن راه الناس ديال المياه والغابات سمعوهم حتى قالوا بان راه كنصيدوا. وهذاك السيد اللي قلت لك ما بغاش يرد الحوت هذا الثاني هذا راه تقريبا مصيد شي 12 سمكه من 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 من, من نوع البلاك باس، والبلاك باس الفرق الاسود راه كي يعني كي يعني كي عندي عنده الدائره ديالته كبيره بزاف. المهم احنا دابا هذه هي القصه اللي وقعت، وعلى حنا راه حراس جامعيين ومؤدين القسم وكيعرفونا الناس في الاوساط على الصعيد المغربي كنقوموا بالعمل ديالنا، وانا راه ماشي يلاه بديت باش نكون حارس جامعي، راه شي 7 سنوات هذه وكنحرسوا حنا في الجنوب الغربي اكادير ورزازات يعني تيزنيت اكادير كلشي هذا السدود والمياه والبحيرات، وكنقوموا بالعمل ديالنا والحمد لله حنا معروفين على الصعيد الوطني. ولكن مع الاسف الشديد ان كاين واحد الجريده هنا محليه دارت معايا واحد الاستجواب، جاو عندي تا الدار سمعوا الواقعه وجاو عندي تا الدار وقاموا معايا باستجواب وحكيت لهم القصه بنفس القصه اللي حكيت لكم لا زياده ولا نقصان. المهم بقى هذاك الفيديو واحد المده، تمارست عليهم ضغوطات من جهات معروفه، انا كنعرف الجهات اللي ضغطت عليه، واذا به كيمسح هذاك الفيديو بواحد الطريقه لا تليق بالجريده كصحافه، لا تليق يعني بنشر المعلومه، لا تليق بالمبادئ ديال الصحافه، يعني واحد التصرف اللي انا كان يعني كنستنكرو بطريقه اخرى، كنستنكر هذاك التصرف ديال هذوك الناس اللي يعني تمارست عليهم الضغوطات. والصحافه ما خصهاش تكون، لان هي خصها تكون نزيهه، خصها تمارس العمل ديالها بكل جد بكل نشاط بكل حريه، يعني ما عندها يعني كتقول الخبر كما كاين، ولكن تمارست عليهم الضغوطات واذا به كيحيد الفيديو. والمؤسف في القضيه يا اخي هو انه لم يكتفي فقط بمسح الفيديو، وانما نشر واحد الخبر يكذب فيه ما جاء في الفيديو، ومن يقرا ما كتب في هذاك الرد يعني سيفهم بان المشكل لم يبقى بيني وانا والجهات اللي ذكرنا، وانما وكاني عندي المشكل مع اللي دار معايا الفيديو ولا ذاك اللي كاتب هذاك المقال. وهذا المشكل راه ما خصش الصحافي يكون في الصحافه تنزل لهذا المستوى، وهذا الشيء راه انا كنستنكرو يعني جمله وتفصيله. وكنشكركم في الاخير واحد الشكر جزيل سو 27 على يعني النزاهه ديالكم وعلى يعني نقل الخبر نقل المعلومه بواحد الطريقه احترافيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.